يا مرحبا، أخبار الفن والطرب والمواهب المتجددة اللي عم بتفاجئنا يوم بعد يوم بأصواتها الذهبية وكل جديدهم. معنا بنشرتنا الفنية من شركة بلودان ميوزك. بالرغم من رحيل عمالقة الطرب، لأن وجود مواهب تملك حناجر من ذهب وأصوات شجية، فمن المؤكد أن الطرب ما بيموت. الفنانة شهد برمدة سجلت ميدلي غنائي مؤلف من 4 أغنيات للفنان المصري الراحل عبد الحليم حافظ، لتبقى أغاني الراحل بتطربنا بألحان المتميزة. والمميز أكثر بهذا الميدلي بأنه هو مخصص لدعم أطفال مرضى السرطان، واللي هي من إنتاج مبادرة الطفولة حياة الموسيقية. يا بختك يلي صاحي الليل مدام كان السبب وحدة، ومين يقدر ينام الليل هو خياله مع وحدة. في ناس بتنام على 11 أو 12 وناس وحدة. كلمات أغنية جديدة لسلطان الطرب جورج والسوف بعنوان صاحي الليل، واللي تم طرحها عبر قناته على يوتيوب. الفنان سامير جابرو قرر من السويد يتحدى الطاقة السلبية اللي ولدها الخوف من الإصابة بفيروس كورونا بعمل فني ببث الفرح والطاقة الإيجابية بين الجمهور، من خلال إطلاق أغنية شبابية تجمع بين الإيقاع السريع والكلمات الرومانسية. الأغنية بعنوان بتتخيلي، من كلمات الشاعرة السورية رامي بدور وألحان الفنان السوري مهند الأيوبي والتوزيع لروي توما. وأما عن جديد الفنانة اللبنانية نجوى كرم، واللي دائماً بتفاجئنا بكل جديد، متحدية أيضاً جائحة كورونا، ترجع من جديد تشعل شوارع بيروت رقص وغناء من خلال تصوير أغنية معذب قلبي. وخلال التصوير جمهر المحبين حول الفنانة ورقصوا ودبكوا على نغمات الأغنية، وهذا الشيء بيذكرنا بأغنية السابقة ملعون أبو العشق من حيث الجو وتفاعل الجمهور. صلاح بلول نجم شركة بلودان ميوزك، المؤلف والملحن اللي عم يجهز لأغنيته الجديدة، وعم بيوضع لمساته الأخيرة على تصوير الفيديو كليب الخاص فيه اللي هي من كلماته وألحانه، ومن توزيع أنس ديوب، ميكس وماسترينج فادي جيجي، إخراج نجد إبراهيم. ختام نشرتنا الفنية من شركة بلودان ميوزك. ما تنسوا تتابعونا على قناتنا على اليوتيوب، ولتتابعوا كل جديد بأخبارنا الفنية تابعونا بالحلقات الجاية. باي باي.